إذن متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من ولاد زيان أو بطوالة من دوار ولاد جيلاني. متابعينا الكرام، ضواحي جماعة ولاد زيان وطوالة إقليم بن سليمان. متابعينا الكرام، مسلي قدامكم فهو وحيد، ما كيش لك قليل، ما كيش لك حنفي، فكيعيش بحديثو. متابعين الكرام، فواحد السيد نائل اللي هو يدير في هذا الاجر ومخليه جالس عنده، فاولاده ما عقلوش عليه، حتى واحد ما عقلش، واحد ما حن فيه، ولاد اللي كبروا مسمحن عليهم فما عقلوش عليه وخلاه بسبب الام ديالهم. بقاو معنا متابعين الكرام في هذه القصه الحزينه ديالو. متابعين الكرام، شوفوا بعدا الدار ديالو كيفين كيعيش، هذا هو المكان فين كيعيش ديال بولا، عارفين كيعيش. متابعين الكرام، بقاو معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شو الاسم ديالك؟ شقرون بشعيب. كتسكن؟ كنسكن في هاد الدوار ديال ولاد جيلاني. ولاد جيلاني. نعم، كيفاش حتى واش وصل لك المآل بحال هكا؟ واش غادي نقول لك، أنا كنت ساكن في الدار البيضاء وجراو عليا 40 عام وأنا في الدار البيضاء، ملي ماتت مولاة الدار جراو عليا بناتها. خرجوني يبغاو لا يديروا لي مونتيف. ايوا خرجت، خرجت مشيت سكنت ثاني في الكاره، تا ماتت المراه ما عنديش سكن. ايوا بديت كندور كنتلاوط عند عباد الله. فين دوزتي؟ فين سكنتي؟ بن سليمان سكنتي؟ كنت في بن سليمان عند ولد خويا بوليسي، وملي تزوجت 3 سنين وانا معاه، كنطيب ليه ونصبر ليه وكل شيء، وصابر القهرة والعذاب. نهار اللي جاب المرأة جرى عليا، عاود مشيت عند ثاني بنت خويا نيت في بن سليمان، سكنت عندها ما عرفت 5 شهور ولا شناهي، داروا فيا كل شيء. إوا جيت ديريكت عند هذا، راه تا هو ولد خويا راه مهلي فيا هاد الساعة، واخا ما عندوش مسكين الحالة عندو ضعيفة، يالله فرق الوراثة. واش غادي نقول لك صاحبي، لا اله الا الله محمد رسول الله، رانا في واحد الحاله. لا انت كتشوف فيها، انت كتشوف هنايا ملي كيتسدد المحار، ما نقدش بقش تبرك فيك، كنغمى راسي تنبغي نجيب عاد كنحيد الخنز والريحه وهاد الشيء اللي عطى الله والحمد لله على كل حال. ملي كبرتي لقيتي راسك وحيد؟ نعم. ملي كبرتي لقيتي راسك بوحدك؟ ملي كبرت وانا خدمنا تقنعنا. واخا ولادك فيناهم؟ ولادي فوق 15 عام هذه، قلت لك ما قرب فوق 15 عام هذه اللي ما شفت انا الولد ولا البنت، راه مزوجه، زوجتها وولدت ونفرتني حتى هي، ما تلاش كاع بغات تلحق ليا. والولد راه فوق 15 عام هذه ولا شناهي، هو راه غايب ما كيسول فيا ما كي. ولادك ما حنوش؟ اي ولادي وما حنوش فيا، ان هو مهم اللي محرضاهم عليا انا نيت. ايه مهم باقا حيا؟ مهم باقا حيا، دوزت معايا واحد شي مهمه مزياناش، لو كانت مزيانه ما غاديش نتفرق معاها، ولا اني ما مزياناش مهم. كانت مشيه؟ كانت خايبه، مراه مفسده، ما جيت اللي طلقتيها؟ وطلقتها سيدي، واش غادي ندير؟ من بعد الطلاق شنو وقع؟ تزوجت شي مرة أخرى؟ تزوجت بواحد المرأة الله يعمرها دار 40 عام، وهي أنا وياها بحال الخوت، وتداها الله حتى ماتت. صافي نهار اللي ماتت تقطع لي أنا الحظ كاع، كنت بحال ضخت في راسي وبحال وليت هذا مسوس، ما تليت قاد نخدم، ما تليت وشدني شي مرض الله يجينا ونجيك. ما دابا راه داوي معاك، وهاد الودنين كي كيديروها طونسيون، ما عرفت الطونسيون. كنشري الدواء ما تم ليا الدواء، ما صرت باش نشريه، رانا بارك كندير غير هذيك العشبه ديال الدرا ديال القرعه ديال الزريعه، كنطحنها وكنديرها هي اللي شويه كتخفف عليا داك الحريق ديال المصران وديال الدواء، ما صرت باش نشريه، ما صرت باش. والحمد لله على كل. كنت عايش بخير؟ ها؟ كنت عايش مزيان شحال هذه؟
كنت عايش عيشة مزيانة في الدار البيضاء، ماشي كنت خدام وبخير وعلى خير. شنو الحرفة ديالك؟ بناي. تحديد البني؟ ايوا دابا البني ما الولاد ما عقلوش عليك. ايوا الله يهديهم. وليداتك ايوا ماشي عاون نعول عليهم ويعاونوني ساعه نفروا فيا كاع، ما هم هي اللي محرشاهم الصراحه هي هذه. باكم راه ما عندو لا بلاد لا والو، ما غادي يخلي لكم حتى شي حاجه، سيروا خذوا حاجه لراسكم بعدوا منو عطيه التيزع. كتلحقني الخبار ديالها بالهضره اللي كتقول لهم، ماشي زعما انت كتحارب ولادك ضدك. اي اشنو تقول لولادك انت؟ نعم ولادك اش تقول لهم؟ ما عمرش تقول لولادك والله يهديهم. هذا الشيء اللي كنقول لهم، غادي ندعي بهم ولا الله. توحشتي وليداتك؟ وتوحشتهم اصحابي، لان مالي ما توحشت الطفل ولا الطفله، راه هذيك راه دارت ولاد ودارت راجل. الراجل اللي معول عليه يكون في كتابي راه خان بيا. قلت لي ان بنتك كنتي ساكن حداها وما كتعقلش عليك. نعم بنتك؟ لا كنتي ساكن حداها وما كنت حدايا وما كتلحقش ليا، كانوا محافيني من جهه المراه اللي كبرتهم. علاش طلقتي منا ملي عاقو؟ قال لك ماك طلقتي منا وختي هادي. قلت لها هادي هي اللي كبرتكم وكانت بيكم وكانت يعني عاوناتكم وقاد عاونتهم هي الدريك هي. والله العظيم كنت انا كنكسيه ونثبطوه، وهي هذيك المراه كانت بغيت تديه للمدرسه تقريه، من اللي ما بغاش قريناه بالفلوس، من اللي كنت خدام مزيان قريته بالفلوس قريته بكل شيء وما بغاش يقرا. داتو هي هذيك المراه اللي ماتت الله يرحمها، هي اللي داتو لعند واحد الخياط تعلم الصنعه ولا بخير وعلى خير. ايوا المحسنين اش تقول لهم؟ وكنقول لهم اودي كتشوف من حالي ولا كاين شي سكنه ولا كاين شي سكينه نستقروا فيها ولا كاين شي ما يحيل نستقروا فيه حتى نمشيو عند الله. شنو العمر ديالك؟